إسرائيل في حالة تأهب قصوى دفاعياً وهجومياً، حيث أن رد إيران وحزب الله وحلفائهما بالمنطقة يشكل خطراً كبيراً عليها، لدرجة أن القبة الحديدية وأنظمة الدفاع الإسرائيلي لا تستطيع إيقاف الصواريخ وأكبر المسيرات لوحدها. فلجأت إسرائيل إلى خطة نظام دفاع جوي أكبر تشارك فيه الولايات المتحدة وأنظمة رادار دول مجاورة تعتبر صديقة لإسرائيل. وبالرغم من أنه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية، إلا أن السلطات اتخذت بعض التدابير الوقائية كتوزيع هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية على الوزراء الإسرائيليين وإخلاء بعض المناطق الصناعية من المواد الخطرة القريبة من الحدود اللبنانية، كما رفعت حالة التأهب في جميع سفاراتها حول العالم. أما فيما يخص الجيش الإسرائيلي، فقد علقت إجازات الجنود الإسرائيليين في جميع الوحدات، وبدأ الجيش عمليات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي تحسباً لأي هجوم. ليس ذلك فحسب، بل طرح الجيش الإسرائيلي لأول مرة نظام تنبيه جديد للجمهور عبر الهواتف، يطلب منهم عبره التوجه إلى أقرب ملجأ في المنطقة في حال وقوع حدث طارئ.